رجعنا سريعا لسه منورنا في الاستوديو استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السبع ونقد الرياضي الكبير. مساء الفل عليك مره ثانيه. ربنا يخليك. طبعا احنا اتكلمنا كتير عن الكوره في النادي الاهلي. كره القدم مش بس هي اهم بطوله او اهم رياضه في النادي الاهلي، عندنا بقى رياضات ثانيه كتير جدا في النادي الاهلي قدرنا ان احنا نتميز بيها، وقدرنا كمان ان احنا نتميز في تنظيمها. طبعا لو هنتكلم عن بطوله فولي سيدات، البطوله الافريقيه اللي لسه يمكن خلصنا من ايام، واللي توج بيها فريق سيدات النادي الاهلي للمره العاشره في تاريخه والمره الثانيه ليه على التوالي. صحيح. ومع مين؟ مع واحد من اهم من لعبوا الكره الطائره في القارة الأفريقية، حمدي الصافي. طبعا واحد من عظماء الحقيقة الطائرة يعني عموما والطائرة الحمراء تحديدا يعني. فالحقيقة بقى بما أننا بنقول طائرة فحلق بها يعني العنان السماء، والحقيقة كان مشهد رائع تنظيميا. صحيح. وعلى احنا مستوى قدامنا لقطات يمكن من المباراة النهائية، شفنا فيها حضور غزير جدا من جمهور النادي الأهلي. شوط مرعب. فاستعاد ثلاثة أشواط ومع منافس تونسي يعني مرعب ايضا طبعاً في الكره الطائره. صحيح. نجوم كرتاج. صحيح. طبعا وهو منافس غير عادي في القاره، لكنه 3-1 كانت يعني سهله. حتى لما سالنا الكابتن حمدي الصافي نورنا في اليوم السابع، قال انا كل اللي طلبته من بنات النادي الاهلي انهم يلعبوا لعبهم او يرجعوا لطايرتهم وشرفونا، وبالتالي خدوا الثلاث اشواط من غير ضجيج ولا اجهاد حتى ليه هو كمدير فني وعمل كوتشنج. كمان على المستوى الفردي في الجوائز، يمكن بنات النادي الاهلي او سيدات النادي الاهلي هم اللي حصلوا على العدد الاكبر من الجوائز. ثلاث جوائز. صحيح. اعتقد لو الزملاء يقولوا لك على السريع، اعتقد مريم وشروق. يعني وشروق على ما اذكر. يعني شفت قد ايه اللعبه بقت مؤثره، بقينا حافظين كمان اسماء نجمات الطائره لان هم يستحقوا حقيقي. كمان بيبقى شيء جميل انه الرياضه في مصر عموما وفي النادي الاهلي تحديدا لما تنطلق يعني حتى في السيدات والانسات الى عنان القاره، دي حاجه كنا بنفتقدها. كان بيبقى عندنا فرق قويه لكن ما كناش دايما بنوصل رغم الاجيال العظيمه على التوالي زي كده. طبعا اجيال كانت بتوصل نهائيات وتفوز وكذا، لكن امام الفرق القويه ما كناش بنفوز زي ما النادي الاهلي بيعمل كده 10 مرات تحسبيهم بسرعه ومنهم 2 ورا بعض. وبالتالي الحقيقه لا، جهد مشكور كمان للمهندس محمد سراج. صحيح. هو قدامنا دلوقتي وعلى الشاشه. والله لسه ما كنتش بصيت يعني، لكن برضو دي من اللقطات النموذجيه في النادي الاهلي وهي تواصل الاجيال. حقيقة. مجالس تاتي بالجيل القادم لاداره النادي. ومدارس تعطي الفرص لميلاد نجوم جدد، زي ما نجوم في الرياضه نجوم في الاداره ايضا. صحيح. وكل في تخصصه. احنا عندنا كوادر شابه يعني تخلي الواحد فخور جدا بانتمائه للنادي الاهلي. ما هو ده اللي انا بقوله لك، لان انت عندما تختاري بقى على مستوى مصر احيانا في حتى في الاداريين مش في الاداره، قد تجدي هؤلاء يعني من يخرجوا من يعني ما يسمى بمؤسسه حمراء او بيضاء او في اي مكان، هتلاقيهم دول اللي بيروحوا المنتخبات، ده مدير المنتخب الفلاني، ده مدرب المنتخب العلاني. وبالتالي ده دور النادي الاهلي انه يخرج دفعات ودفعات، اولا دفعات اداره او وكلاء الاهلاويه اللي بييجوا يديروا مكان الجمعيه العموميه النادي، ثم الاداره بقى المحترفه اللي هي الادارات المحترفه. وتلاقي كل ده جنبا الى جنب مع العناصر الفنيه من فرق بقى للاولاد ثم الشباب ثم الناشئين. صحيح. وكذا لغايه لما تمري بالصوره اللي حضرتك شفتيها، كابتن حمود الخطيب الذي تسلم القياده في دوره ومعه مهندس محمد سراج الذي كان مسؤولا عن البطوله الحاليه. صحيح. زي دكتور مهند مجدي في بطوله الرجال اللي ابتدت يمكن يوم 1/4/1 ابريل. بالظبط. برضه حفل تنظيم يعني اكتر من رائع، زيه زي حفل الفولي سيدات. يعني في الاخر بتحس ان انت فخور وتشرفت ان هي دي الحفله اللي طالعه من النادي الاهلي جوه النادي الاهلي على ملعب او على استاد عبد الله الفيصل. يعني حاجه مشرفه جدا. هي شوفي، البطوله عموما مش بعيده عن اسماء الانديه الكبرى وفي القلب منها النادي الاهلي، لكن عندما تطبق القواعد على الجميع لابد ان يخرج المشهد يعني بصوره تليق باحترام الجماهير واحترام
البطولة واحترام الوفود، ومن ثم لما يبقى مجلس الإدارة والاهتمام بالتفاصيل، ما ده اللي بقول لحضرتك، مهتم بكل التفاصيل ويعطي العيش لخبازه زي ما بيقولوا. لا أحد يتحدث إلا في تخصصه حقيقة. من عليه الأماكن موجود، من عليه دخول الفرق موجود. أول ما تعملي كده اضمني النجاح، وانت يعني من غير ما تحط إيدك على قلبك، ولا طبعا كل الدعوات بتبقى مخلصة، لكن ولا دعوات يا رب عدي اليوم، مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة إن شاء الله موفقين، يعني دعاء واستجابة من رب العباد، لكن في شأن مختلف، انك عملت اللي عليك أولا وبتنتظري مردود النجاح. وبيبدأ النجاح من النادي الأهلي إن كل واحد يأدي الدور اللي عليه، عشان كده بتلاقيش توتر. يعني ما بقولوش للفرق روح هات البطولة أولا، لا، بيبدأوا الأول بحسن التنظيم، حسن الإعداد، حسن وفادة إذا كان لديك ضيوف، أيضا حسن الأداء والوصول بالمستوى بما يليق بالنادي الأهلي، ثم الحساب على النتائج. الحساب على النتائج في النادي الأهلي طول عمرنا لا نعرف أبدا أنه أولا، لكن يأتي بعد قياس الجهد وكل حد عمل اللي عليه ولا لا. طبعا في الاخر احنا بنقدم كل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي اللي في الاخر بيطلعوا لنا بطولات بالمستوى اللائق بمصر وبالنادي مؤكد الاهلي. مؤكد ده انت يعني كمان في نفس اللحظه ومع بطولات الصالات زي ما بيسموها، يعني الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره معه ايضا يد الاهلي في القاره السمراء، ذهبوا الى المغرب لبطوله للانديه، يعني اكيد الجماهير برضو بتنتظر من اليد الحمراء انها تقدم هي الاخرى كاس جديده ان شاء الله. كل التوفيق اليوم اولا تكون منافس بحجم الاهلي في بطوله الانديه المقامه الان في المغرب.